صباح الخير. لا لسه نايمين. صباح الخير، ايه الاخبار؟ كله تمام؟ خلصت ثانوية عامة؟ خلاص. ممكن في الاول بس قبل اي حاجه نسمع سقفه كبيره جدا جدا ليكم، حيوا نفسكم بمناسبه انتهاء الثانويه العامه. الف مبروك، الحمد لله على السلامه. ايوه لازم نهني بعض بالانجازات الصغيره ديت، يعني ضروري يعني. حلو، مرحله وخلصت الحمد لله. الف مبروك، الحمد لله على السلامه. كل اللي فات ده كوم، واللي جاي ده كلكم تاني. خليني اعمل لكم تيست كده بسيط في الاول. قالوا لنا زمان اتعب في الثانويه عشان ترتاح. فين؟ عشان ترتاح فين؟ طبعا الكلام ده كله كذب، مش حقيقي. حلو، انا اضمن لك انت هتتعب في الكليه وهيطلع عينك وهتسهر وامتحانات وبروجكتات وتسليمات وحاجات كتيره جدا، ولكني برضه اضمن لك انه سنين الكليه بتاعتك باذن الله الاربع او الخمس او السبع سنين بتاعتك في الكليه ايا كان هتقضيهم في قد ايه هيبقوا فعلا اجمل سنين حياتك. تمام. طيب نسيت اعرفكم بنفسي، انا يوسف بسام، والنهارده جاي نتكلم عن نظام الساعات المعتمده. حد فيكم انتوا قلتوا من جوه ان انتوا سمعتوه وعارفينه صح؟ كم حد عارف السيستم ده؟ عارفين الجي بي اي والكريدت اور سيستم والكلام ده كله؟ عارفينه اكيد؟ يعني اروح؟ اوكي ماشي. طيب مبدئيا كده نظام الساعات المعتمده ده نظام بدا من كام سنه في الكليه، ما كانش موجود من زمان، وبعد كده بدا يطبق في الكليات واحده واحده لحد بقى تقريبا موجود في كل الكليات باستثناء كام كليه هم اللي لسه مش شغالين بنظام الساعات المعتمده. فانت ايا كانت ايه الكليه بتاعتك باذن الله هتبقى شغاله بهذا السيستم. طيب هتلاقي نظام ساعات معتمده، كريدت اور سيستم، جي بي اي، سي جي بي اي، مرشد اكاديمي، مواد متطلب. فالتوك بتاعت النهارده مش هتفهم منها كل حاجه، افهم منها بس اللي انت تقدر عليه، لان احنا بقالنا اربع سنين في الكليه وتخرجنا وما فهمناش اي حاجه من السيستم دوت. انا فهمتها وانا بحضر البرزنتيشن. جميل. فانت مش مطلوب منك انك تفهم كل حاجه، ولكن بس عايزك تفهم شويه حاجات عشان لما تسمعها تاني في الكليه ما تبقاش دي اول مره ليك. جميل. طيب عشان اسف لهذا العطل الفني. طيب الكريدت اور سيستم، تمام، يعني ايه كريدت اور سيستم؟ طيب خلي السؤال ده على جنب، هنجاوبه كمان شويه، وخليني احكي لكم اللي هيحصل في اول يوم ليك في الكليه. بعد ما يرحبوا بيك هيدخلوك مكتب، هتقعد مع حد انت ما تعرفوش، في كلام حاجات انت مش فاهمها، هيقول لك امضي على الحاجات انت مش عارفها، وغالبا شكلك هيبقى عامل كده بالظبط. اوكي، خليني اقول لك ده عباره عن ايه. دي عمليه بنعملها في اول يوم لينا في الترم اسمها عمليه تسجيل المواد. يعني ايه تسجيل المواد؟ ده زي عقد ما بينك وما بين الكليه ان انت الترم ده ان شاء الله هتدرس عدد معين من المواد ومسؤول ان انت تمتحن فيه باذن الله اخر الترم. حلو. طيب بعد ما سجلنا المواد دي بتبقى امتى؟ دي بتبقى في اول يوم من كل ترم، يعني اول الترم الاول، اول الترم الثاني، اول الترم الثالث، وهكذا. فانت خليك عارف دايما انت في اول كل ترم لازم تروح تسجل موادك. طيب احنا كلنا طلبه دفعه واحده وداخلين سنه اولى كلنا مع بعض، مش كلنا هناخد نفس المواد؟ مش بالظبط. فانت خليك عارف ان لازم كل طالب بنفسه يخش يسجل المواد اللي هو هيدرسها في الكليه. جميل. طيب سجلنا المواد، هتلاقي جدول عامل زي كده. بالمناسبه التقديم هيبقى يا اما الكتروني على الويب سايت، يا اما ورقي في مكتب الكليه، ايا كان، بس غالبا هتلاقي مكتب زي ده، او سوري جدول زي ده. حلو. وبالمناسبه ده الجدول بتاعي في اول ترم ليا في الكليه، دي المواد اللي انا درستها في اول ترم ليا فعلا. هتلاقي اول حاجه في النص اسم المقرر او اسم الماده، ودي الحاجه اللي تهمنا احنا كطلبه لازم تبقى عارفها. وفي حاجه تانية اسمها رقم المقرر او الكود بتاع الماده، مش مشكله، دي بس الكليه بتبقى مميزه كل ماده بالكود بتاعها. واخر حاجه عدد الساعات. ايه بقى عدد الساعات؟ وماده بساعتين وماده بثلاثه، وجينا دلوقتي لو جمعنا عدد الساعات هنلاقيهم كلهم 17 ساعه. يعني ايه 17 ساعه؟ او لو مثلا خدنا ماده زي الرياضه ماده بساعتين، يعني ايه ماده بساعتين؟ هل ده معناه ان انا لو نزلت قعدت في الكليه ساعتين كده انا خلصت ماده الرياضه؟ اه ولا لا؟ يبقى ده معناه لو انا قعدت في الكليه 17 ساعه 19 ايام يبقى انا كده اتخرجت من الترم؟ اكيد لا. طيب يعني ايه بقى ساعات معتمده؟ يعني بكل بساطه اكنك في لعبه، انت بتخش معاك سكور صفر، معاكش اي حاجه في الكليه، وبتبدا تذاكر وتمتحن والكلام ده كله عشان خاطر تتخرج. طب انت بتتخرج امتى؟ الكليه بتديك رقم معين، وليكن مثلا 132 ساعة، فالكلية هتقول لك مرحبا بيك انت تتخرج من الكلية دي اول ما تخلص 132 ساعة، او اول ما سكورك يتحول من صفر ل 132. طيب السكور ده احنا بنجمعه ازاي؟ معانا الجدول اهو بتاع المواد. فانا مثلا خلاص خلصت اول ترم وذاكرت وامتحنت ونجحت في اول مادة اللي بساعتين، سكوري هيتحول من صفر لكام؟ اشكركم. طيب بعد كده خلصت المادة التانية هيبقى سكوري كام؟ وبعد كده وبعد كده وبعد كده هنخلصهم كلهم هيبقوا تقريبا 17 ساعه. يبقى انا في الاول سجلت 17 ساعه،
حلو، ونجحت في 17 ساعه، يبقى انا كده ايه الدنيا عندي تمام. اوكي ايوه بالظبط كده، فانا كده سجلت 17 ساعه ونجحت في 17 ساعه الحمد لله. جميل، طيب ايه بقى النظام دوت او اللي احنا بنستعمله؟ اول ميزه للنظام دوت ان هو بيدينا حريه في تسجيل المواد، يعني بتسجل المواد اللي انت عايزها، الكميه اللي انت عايزها حسب ما يناسبك. طيب هل ده معناه ان انا ممكن اسجل في الترم 3 4 ساعات عشان اركز على الماده دي بس، او العكس ان انا اسجل 20 30 ساعه عشان خاطر اخلص بدري واتخرج اكتر من زمايلي او قبل زمايلي؟ هقول لك مش بالظبط، لان انت عندك شروط معينه بتنظم لك العمليه دي. زي ان انت عندك حاجه اسمها الحد الادنى والحد الاقصى للتسجيل. هيقول لك انت مثلا الحد الادنى ليك 12 ساعه، يبقى انت ما ينفعش تسجل اقل من كام؟ والحد الاقصى مثلا 20 ساعه، يبقى انت ما ينفعش تسجل اكتر من كام؟ اشكركم. جميل، طيب لما تخش الكليه هتستلم كتاب كده في الاول اسمه لائحه الكليه. ايه لائحه الكليه؟ النظام بتاعها، السيستم، الساعات المعتمده، المواد الاجباري، المواد الاختياري. هنتكلم عن شويه حاجات من الحاجات ديت النهارده. طيب انواع المواد بتاعتها في الكليه هتنقسم نوعين. هيبقى في نوع مواد اجباري. يعني ايه اجباري؟ يعني لازم كلنا ندرس المواد ديت. في حاجات بتبقى اجباري من الجامعه، يعني لازم كل طلبه جامعه اسكندريه مثلا يدرسوا الماده ديت بغض النظر عن هم في كليه ايه، زي علم النفس، زي الاثار، زي الانجليش، زي العربي، مواد زي كده. وفي مواد تانية بتبقى اجباري من الكليه، يعني ايا كان القسم بتاعك ايه او التخصص بتاعك ايه انت لازم تعدي على هذه المواد. كلنا واحد صاحبنا الله يمسيه بالخير كان برضو بيقف على هذا الستيج، وكان داخل كليه علوم وهو علم رياضه، حلو، وكان بيحب الفيزياء والكيمياء والحاجات ديت، ودخل اتضايق ان هو ياخد مواد اجباري. ليه انا اخد علم نفس واثار والحاجات ديت مع الاحترام يعني، بس انا داخل كليه علوم مش عايز ادرس الحاجات ديت، وخصوصا ان المواد الاجباريه ديت بتخش في المجموع بتاعك. المهم صاحبنا ذاكر وامتحن وطلع نتيجه اول ترم، لقى نفسه ان هو جايب امتياز في اثار وعلم النفس، وجايب مقبول في الفيزياء والكيمياء، وشال رياضه. اوكي، فالمواد ديت مش بتبقى مواد رخمه او مواد بتعصلج لك الدنيا، على قد ما هي بتبقى مواد عشان خاطر تبقى سهله لذيذه، وبرضه يبقى معاك معرفه على حاجات تانية كتير، بس هي مش بتبقى مواد رخمه فما تشيلش همها نهائيا. طيب النوع التاني من المواد بيبقى مواد اختياريه. يعني ايه بقى مواد اختياري؟ انت مثلا سجلت المواد بتاعتك فمعاك مثلا 13 ساعه اجباري، يبقى انت فاضل لك كام على 17 ساعه؟ فاضل لك كام على 17 ساعه؟ يبقى انت فاضل لك 4 ساعات اختياريه. طبعا الارقام دي مش بالظبط ولكن عشان نفهم المثل. حلو، فاحنا فاضلنا 4 ساعات اختياري. يعني ايه بقى ساعات اختياريه؟ يعني انا مثلا كليه منزله لي 3 او 4 او 5 مواد، انا هختار منهم مادتين على مزاجي اقفل بيهم الاربع ساعات الزياده. حلو، فانت بقى بتختار على اساس انت عايز ماده سهله، عايز ماده صعبه، الترم ده سهل وخفيف فتاخد ماده صعبه عشان تخلص منها، الترم ده صعب ومتنشن شويه فناخد ماده سهله عشان خاطر اسهل الدنيا عليا شويه. بتسجل المواد حسب مزاجك، وحاجه كمان بتفرق معانا قدام في الاختيار. طيب فاحنا سجلنا ماده اختياري رقم 1 بساعتين وماده اختياري رقم 2 بساعتين، يبقى احنا التوتال كله 17 ساعه، يبقى احنا كده ايه سجلنا المواد اللي عندنا في الترم. طيب فهمنا المواد وعرفنا السيستم، نركز على ايه بقى بالظبط؟ اول حاجه الماده اللي عدد ساعاتها كبير دي ماده مهمه جدا. ليه؟ احنا الثانويه العامه كانت ايه اهم ماده عندنا؟ ايه اهم ماده؟ ان هو بكام درجه؟ فانا لو ذاكرت كويس هجمع درجات كتير، لو لا قدر الله ما ذاكرتش كويس هضيع درجات كتير. نفس الموضوع، الماده اللي عدد ساعاتها كبير بتفرق جامد جدا في المجموع بتاعك او النتيجه بتاعتك في الكليه. فلو جبت فيها تقدير عالي مجموعك بيزيد، ولو جبت فيها تقدير قليل مجموعك بيقل. طيب وايه الحاجه الثانيه؟ حاجه اسمها ماده المتطلب. يعني ايه ماده المتطلب؟ كل بساطه ماده المتطلب دي في حاجه اسمها متطلب قسم. فاكرين لما قلنا احنا في سنه اولى او في سنه ثانيه وعايزين نتخصص في قسم معين مثلا؟ حلو، فانا في سنه اولى داخل عارف ان الكليه بتاعتي في سنه ثانيه فيها قسم، انا عايز اخش القسم دوت. هتلاقي ان القسم دوت ليه شروط عشان قدر تعرف ان انت تسجل فيه، من ضمنها ان تخلص حاجه اسمها ماده المتطلب. دي مواد بتختارها في الساعات الاختياريه بتاعتك بتؤهلك ان انت تخش هذا القسم، لان القسم ده عشان تعرف تتخصص فيه تبقى محتاج ان انت عارف شويه مواد ومسجلها كويس قبل منه عشان تعرف تخشه. وحاجه ثانيه اسمها متطلب الماده، ودي خطر جدا. ليه؟ ماده المتطلب ديت وليكن مثلا هو مش بالظبط بس عشان نفهم المثل ده، انا عندي منهج كبير جدا قسمته لاربع مواد، هاخد كل ماده في ترم، هل منطقي ان انا اذاكر الماده الثانيه او الثالثه من غير ما اخلص الاولى وانجح فيها؟ هل هفهم حاجه؟ لان دوت مترتب على ده. بلاش المنهج، انا دلوقتي بتفرج على مسلسل، ينفع اخش على السيزون الثالث او الرابع من غير ما اكون خلصت الاولاني وفهمته كويس؟ نفس الموضوع. فانت ماده المتطلب دي بتبقى ماده عندك وبتقفل لك مواد ثانيه، بتعمل لها لوك. اتفقنا ان احنا في لعبه،
تمام. فانت الليفل ده عشان خاطر تعمل له انلوك او تفتح الماده ديت وتعرف ان انت تسجلها محتاجه تكون نجحت في ماده المتطلب في الاول. ماده المتطلب دي خطر ليه؟ لان انت لو لا قدر الله ما نجحتش فيها دي بتقفل لك مواد تانية في سنه تانية او في سنه ثالثه ما بتعرفش ان انت تسجلها، فساعتها انت بتتاخر على زمايلك. فعشان كده بقول لك ركز على ماده المتطلب عشان خاطر تعرف القسم اللي انت عايزه وتركز عليه وما تقفلكش مواد، والمواد اللي عدد ساعتها كبير. طيب دي معلومه مش خد نبقى عارفينها. هتلاقي في كليات فيها تنوع كبير قوي في المواد، فانت بتختار منها المواد اللي انت عايزها، وكليات تانية هي مش عيب بس هي ما فيهاش تنوع كتير في المواد، هي المواد بتاعتها مختصره في المجموعه ديت، فهو ما فيش حد احسن من حد هنا، هو بس الفكره ان دول بيسجلوا مواد على مزاجهم زياده في المواد الاختياري، ودول مش بيبقى عندهم نفس الحريه الكفايه. يعني انت لما تسجل اختياري هيبقى عندك هنا ماده ولا مادتين، وهنا عندك اربع خمس مواد بس، ما فيش اي فرق تاني. طيب احنا عارفين ان هو الترم الاول والترم الثاني في الكليه تسمع حاجه اسمها فصل الخريف وفصل الربيع، اللي هو الترم الاول ده فصل الخريف والترم الثاني ده فصل الربيع عشان تبقى عارفها. وفي حاجه ثالثه هي اوبشنال او اختياريه مش لازم كلنا ننزلها، اسمها فصل الصيف او السمر كورس. عارفين السمر كورس؟ سمعتوا عنه؟ طيب السمر كورس ده لمين؟ لواحد لا قدر الله اتاخر في ماده معينه او ما نجحش فيها، حلو، فهو هينزل الماده ديت في السمر كورس عشان ينجح فيها، عشان خاطر الماده دي ما تقفلهوش مواد ثانيه في سنه ثانيه او في سنه ثالثه. والحالة التانية بس دي حالة نادرة جدا ما بتحصل، ان هو واحد احنا اتفقنا انت بتخلص الساعات اللي عليك او بتجمع السكور اللي عليك، ففي ناس بتبقى عايزة ان هي تنزل تسجل ساعات في السمر وليكن مثلا 3 او 4 او 5 ساعات عشان خاطر يجي الترم اللي بعده بدل ما يسجل 17 يسجل 12 بس، تمام، ان هو اوريدي خلص عدد الساعات اللي عليه فمش هتفرق. بس خليكم عارفين ديت المعلومة ديت من سنة اولى، حلو. وحاجه كمان بالمناسبه من مميزات نظام الساعات المعتمدة على ذكر السمر، ان انت لو في مادة معينة نجحت فيها بس ما جبتش فيها مجموع كويس قوي، عندك اوبشن انت تسجلها تاني وتمتحن فيها تاني وتحسن الدرجه بتاعتك فيها. فخليكم عارفين الاوبشن ده من بدري وتعرفوه لاهلكم في البيت عشان خاطر ما يحصل لكمش نفس اللي حصل معايا. فاكر في سنه ثالثه درجاتي طلعت فجبت الحمد لله درجات كويسه، بس في ماده جايب فيها درجه مش عجباني، فايه يا بابا ازيك عامل ايه بتاع انا نجحت بس في ماده بفكر احسنها. قال لي يا ابني انت لو شلت مواد قول لي لكن ما تكذبش عليا. فانا قفلت معاه السكه خلاص انا مش هجادل معاه تاني، وعشان خاطر انا ما كنتش مفهمه المواد ديت من بدري او المميزات ديت من بدري فهو ما كانش معايا على نفس الخط، فحاولوا تعرفوا الاهل في البيت هذا الكلام. طيب احنا برضه في الكليه مش بنقول انا في سنه اولى انا في سنه ثانيه، لا احنا قلنا ان احنا في لعبه، فاللعبه دي عباره عن مستويات، مستوى اول مستوى ثاني وهكذا. طيب احنا قلنا ان مميزات نظام الساعات المعتمده ان زمان لو كان لا قدر الله شلت مادتين ثلاثه ما نجحتش فيهم انت بتعيد الترم كله من اول وجديد بما فيها المواد اللي انت نجحت فيها. لا في نظام الساعات المعتمده انت الماده اللي تنجح فيها ما بتسجلهاش تاني الا لو انت عايز انت تحسنها، تمام. طيب ايه بقى علاقه ده بالمستوى؟ انت هتلاقي مثلا المستوى الاول عشان خاطر تخلصه محتاج تجمع 33 بوينت او 33 سكور، حلو. فانت لو لا قدر الله خلصت سنه اولى بس معاك 3 4 ساعات لسه ما نجحتش فيهم انت هتخش سنه تانية وتسجل مواد مع زمايلك في سنه تانية، بس هتلاقي ان انت لسه في السيستم سنه اولى. ليه؟ لان السنه الاولى دي بتخلص لما انت بتخلص 33 ساعه. نفس الموضوع في تانية 66 99 وهكذا. طبعا دي ارقام كلها برضو تقريبيه انت بتبقى عارفها من الكليه بتاعتك اول ما بتخش. طيب هنيجي حاجه اسمها الجي بي اي او الجريد بوينت افريج. يعني ايه الجي بي اي؟ كل بساطه انا عمال من الصبح اقول التقدير والدرجه والنتيجه كل الكلام ده في الكليه اسمه الجي بي اي، حلو. فالكليه بتعمل لك حسبه كده بسيطه ما تشغلش بالك بيها، المهم ان الدرجه بتاعتك بتطلع برقم ما بين الصفر والاربعه. فانت مثلا لو جبت 3 من 4 ده مش معناه انت جايب 75%، لا ده معناه ان هيبقى عندك جدول زي ده كده بتشوف النتيجه بتاعتك كام وده يساويها في التقديرات قد ايه. فانت لو جايب 3 من 3.0 out of 4، حلو، فانت كده جايب جيد جدا او جايب بي. ونفس الموضوع لو جايب مثلا 3.5 او اكتر فانت كده جايب امتياز، وبرده الجدول ده بيختلف من كليه للتانيه. وطبعا خلينا عارفين ان يعني لو انت جبت 4 out of 4 انت كده جايب امتياز، ولو جبت 0 انت كده ما جبتش حاجه، جميل. فحاول تظبط الجي بي اي بتاعك في الكليه. طيب هتلاقي حاجه ثانيه اسمها السي جي بي اي، ده عباره عن ايه؟ ده عامل افريج الجي بي اي، الجي بي ايهات بتاعتك في كل ترم، جي بي اي الترم الاول وجي بي اي الترم الثاني، وكل ده بيتعمل له برده حسبه كده برده ما تشغلش بالك بيها، وده بيبقى التقدير بتاعك لما تتخرج من الكليه، بيبقى اسمه المعدل التراكمي، اوكي، اللي هو الجي بي ايهات بتاعتك كلها من اول يوم ليك في الكليه لحد اخر يوم. اللي منكم شاغل باله عايز يعرف الجي بي اي ده بيتحسب ازاي؟ بكل بساطه انت بتشوف درجتك في الماده بتضربها في عدد الساعات بتاعت كل ماده، بتجمع ده كله على بعضه وبتقسمهم على التوتال ده كله وعلى عدد الساعات كلها. فهمت حاجه؟ لا، ومش هتفهم ومش لازم. انت كل اللي عليك ان انت بس تشوف الرقم اللي هيطلع لك ده عامل ازاي او الرقم ده عباره عن ايه وتقارنه بالجدول اللي احنا اتفقنا عليه وتعرف الدرجه بتاعتك او التقدير بتاعك. طيب
بعد كده احنا قلنا هتخش المكتب هتقعد مع حد انت ما تعرفوش، ده اسمه المرشد الاكاديمي، ده بيبقى دكتور عندك في الجامعه، وكل دكتور بيبقى مسؤول عن مجموعه من الطلبه، بيقعد معاهم وهما بيسجلوا المواد، بيشوفك انت خلصت ايه، فاضل لك ايه، ايه الاحسن لك، ايه الأسوأ، لو سجلت ايه قبل ايه هيبقى افضل لك، فحاول دايما انت تاخد بنصيحته وتتكلم معاه دايما وتسمع كلامه. طيب بعد كده هتلاقي حاجه اسمها الايميل الجامعي. ايه الايميل الجامعي؟ ده ايميل انت بتستلمه اول ما بتخش الكليه ويبقى معاك بقيه حياتك او خلال فتره دراستك في الكليه، وليه مميزات كتير جدا مش هقدر ان انا الملمها لكم كلها عشان خاطر وقت البرزنتيشن، ولكن ده على الاقل على الاقل يهديك ديسكاونت مجنون يوصل لحد 60% مثلا من ابل او من سامسونج او من برامج ادوبي، حلو على حسب النسبه، او هيديك حاجات فور فري زي برامج المايكروسوفت والويندوز والمايكروسوفت اوفيس والحاجات دي كلها، فانت استغله معاك في اي حاجه، هيديك حاجات ببلاش، هيديك ديسكاونتس مجنونه، حلو فخلي بالك عليه، ولكن لازم تعمل له اكتيفيشن من اول يوم ليك في الكليه. انا فاكر في اخر ترم ليا لما نتيجتي طلعت قالوا لنا لازم تستلم النتيجه بالايميل الجامعي بتاعك، فانا دخلت عشان خاطر اسجل بالايميل الجامعي لقيته مش شغال، اتاري ان انا ما عملتلوش حاجه اسمها اكتيفيشن، فلما دخلت المكتب الاي تي عندي في الكليه قلت لها انا دلوقتي النتيجه بتاعتي طلعت ومش عارف استلمها بسبب الايميل بتاعي، قالت لي هو انت بقالك سنه في الكليه ولسه ما عملتلوش اكتيفيشن؟ قلت لا انا بقالي اربعه، انا اتخرجت ولسه ما عملتش اكتيفيشن وما كنتش اعرف وما حدش قال لي عشان كده انا عامل له اكتيفيشن متاخر، فخلي بالكم من الموضوع دوت وحاولوا تعملوا اكتيفيشن من اول يوم، وغالبا في مكتب الاي تي بتاعك في الكليه او اسال ساعتها تعمل له اكتيفيشن ازاي. طيب بعد كده اخر حاجه المايكروسوفت تيمز، معلش حاجه انا عايز اعملها من بدري، كان عندك كام سنه لما الكورونا طلعت او كنت في سنه كام؟ ثالثه اعدادي صح، احنا بقى ساعتها كنا في ثالثه ثانوي، اوكي وسط الرعب والخوف والقلق بتاع الثانويه العامه ده كله، احنا كان عندنا كمان ايه كورونا وكوكب بينتهي وعنب بينهار والكلام ده كله، فطلع حاجه ساعتها اسمها مايكروسوفت تيمز. ايه المايكروسوفت تيمز؟ ده برنامج انت بتسجل عليه بالايميل الجامعي بتاعك، ويبقى كل ماده انت بتسجلها في الترم بتعمل لها جوين على مايكروسوفت تيمز، وساعتها دي بتبقى لغه التواصل او الشانل بتاعه التواصل ما بينك بين الدكاتره والمعيدين بتوعك في الكليه، حلو بينزلك عليها المحاضرات المواد الدرجات الامتحانات لو في اخبار او في نتائج، وبتتواصل معاهم وتبعت لهم لو انت عايز، بس ده مش معناه ان احنا هنقعد في البيت ومش هننزل الكليه، لا انت بتروح الكليه بتسمع شرح الدكتور وبعد كده بتروح البيت بمعاك الماتيريال بتاعته وبتذاكر من الكلام ومن الشرح. تمام فهمنا كل حاجه زي الفل؟ حد عنده اي اسئله؟ شكرا انا كده خلصت.